قلة التساقطات وندرتها ومدى تأثيرها على الموسم الفلاحي للسيدات والسادة النواب المحترمين الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. تفضل أحد النواب، تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسأل إليكم سيد الوزير عن التدابير المتخذة من طرف وزارتكم من أجل مواجهة أثر هذه الظاهرة الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للمملكة، وشكرا. شكرا، تفضلوا سيد الوزير، مشكورين. شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمون. فالموسم الفلاحي الحالي عرف يعني ظروف مناخية جد صعبة، وكيندرج في واحد السياق ديال تسلسل مناخي ديال 5 سنوات واللي كتميز بتعاقب سنوات الجفاف. فعندنا تقريبا 4 سنوات جافة على 5، وتزامنت بداية استراتيجية الجيل الأخضر اللي كتهدف لتطوير أسس السيادة الغذائية مع هاد الظرفية. التدابير فالتدابير المتخذة، أولا عندنا مواصلة تنزيل المشاريع ديال استراتيجية الجيل الأخضر واللي كتشجع الاستثمار في التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وضمان إنتاج مستدام بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهذا الشيء عبر طريق ديال التركيز على النجاعة المياه السقي بتدبير مستدام، تشجيع تكنولوجيا التأقلم كالزرع المباشر، الرفع من جاذبية القطاع، الرفع من تنافسية المنتوجات الفلاحية، مواكبة الانتقال الطاقي والتكنولوجيا ديال الفلاحة، اتخاذ عدة، واليوم عندنا اتخاذ عدة إجراءات في الظرفية الحالية وفي هذا البرنامج الجديد لمعالجة هذا الوقت واستجال واللي غادي تكون استعجالية وغادي نبداو فيها في هذا الأسبوع إن شاء الله حسب المناطق المتضررة، وغيتهم أساسا بحال اللي قلت دعم المواد ديال العلفية فيما يخص الصحة الحيوانية فيما يخص الإنتاج الحيواني ب5 مليار ديال الدرهم. شكرا. وثانيا دعم المدخلات الإنتاج. الوقت، تفضلوا سيد النائب المحترم للتعقيب. شكرا سيد الوزير. لا يخفى عليكم سيد الوزير، احنا ما غاديش نكروا الخيرات ديال المغرب الأخضر، ولكن سيد الوزير هذا الضعف ديال التساقطات والجفاف وتراجع المياه سنة بعد أخرى أثر على الفلاح الصغار والمتوسطين، أثر سلبية ومكلفة على مستوى الإنتاج وعلى الفلاح والكساب الذي يتحمل وحده الخسائر. تأمين فلاحي ما مضى بدون فائدة لا يحمي المنتجين نظرا لواحد المقياس جبته من سويسرا ولا ما عرفتش شنو هو، وكشف الاتفاقية الأولى ديال ما مضى ودروكا عاد ولا كي ويطبق على الفلاح، هذا حيف في حق الفلاح. الدعم لا يصير فعليا للمستحقين ولا يستفيد منه المتضررون. سيد الوزير، إدارة تصعب وتعقد الأمور ولا تيسر، ضرورة جدولة الديون ومراجعة العقود لأن الفلاح كلهم جاهم إدارات من القرض الفلاحي. سيد الوزير، نطلب منكم باش دير جدولة لهذه الفلاحة لأن هذه الفلاحة متضررين، ولا مش هذا الفلاح الصغير راه غنعاودوا ناكلوا خضرة بطريقة أخرى، راه قلتها لكم في الميزانية، ودروكا رحنا وصلنا ديك النهارات البصلة ب 400، البطاطا ب 300، المطيشة ب 400، ولكن احنا قلت لكم راه غادي نعودوا نجيبوا الخضار من الخارج. محترم، تاع الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل سيدنا المحترم فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، في الحقيقة موسم شبه جاف، وفريق الأصالة والمعاصرة كان في زيارة ميدانية لإقليم قلعة صراغنة في نهاية الأسبوع، وقفنا على مجموعة ديال الشكايات ديال مجموعة المواطنات والمواطنين الفلاحة الصغار والمتوسطين اللي كيعانيوا مع الندرة ديال الأعلاف. أنت بشرتينا قلت هذه السنة إن شاء الله هنجاوزوا الأخطاء اللي كانت في السنة الماضية، ممتاز جدا، لكن الشق المتعلق بالمكتسبات اللي حققتها بلادنا في المخطط الأخضر في الشق ديال الزيتون، هذه منطقة معروفة بأشجار الزيتون، لكن المعاناة ديال المزارع الزيتون وغيره من الفلاحات المعاشية أو التسويقية على مستوى كيشكيو، لذلك بغينا القطاع ديالكم يتجاوب بالسرعة اللازمة في الشق المتعلق بالتصعيدات، في الشق المتعلق بالسماح لحفر الآبار القديمة المتواجدة باش نوفروا الماء لكي لا تضيع هذه الحقول وهذه المزارع. شكرا سيد النائب المحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا سيد النائب المحترم عن فريق تجمع الوطني الأحرار.
سي الوزير المحترم، اولا كنهنئكم على المجهود اللي درتو انكم زدتوا في راس المال ديال المجموعه ديال القرض الفلاحي اللي غادي تعطي فرصه انها توسع من القروض اللي غتعطي للفلاحين الصغار والمتوسطين، وبغيناكم تواكبوا هذه المؤسسه في هذا المجال. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضلوا السيد النائب المحترم عن فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. تفضل سي عارف. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير سمحوا لي لهذا العام قلت لكم بانكم سمحتوا في الفلاحه. بهذه الطريقه كنتوا تتشجعوا الفلاحه اللي تنتجوا الحبوب تيخدموا البور انهم يديروا لاماندا. داروا التامين. ولكن في المقابل هذا العام اللي بغات تجي باش تجي لاماندا جابت واحد السيستيم ديال واحد اللوجيسيال من السويد تطبقوا في المغرب على الفلاحه اللي دايرين اللي ما كاينش عندهم في التعاقد. فبالضروره ان الفلاح دابا كان عنده كان الانفلاسيون وكانت تتقيس المواد الفلاحيه المواد اللي مستعمله في الفلاحه. ما يمكنش غادي نجي لواحد السقف نقول للفلاح مثلا انت عندك 800 القطار 800 القنطارات في القطار ما عندكش الدعم من 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 من, من لاماندا. اذا سمحتوا للفلاح خليتوا لاماندا بينه وبينه الوركو هذاك السيستيم اللي داروا دابا ما كانش في الكونترا الاول باش تعاقد الفلاح مع. شكرا السيد نائب المحترم. تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيبات. فاولا فيما يخص الدعم هضرت على تربية الماشية، وكاين كذلك دعم بالنسبة للسلاسل الأساسية اللي كتمول السوق الداخلي فيما يخص تكلفة الإنتاج، واللي غادي تكون عندنا تخص لها 4 مليار ديال الدرهم فيما يخص يعني المدخلات الفلاحية، لا بالنسبة للأسمدة ولا بالنسبة للبذور، وهاد خصوصا الطماطم والبطاطس والبصل واللي كتمول السوق الداخليه. دونك بواحد القدر 4 المليار اول مره غادي ندخلو فيما يخص التكلفه ديال الاسمده الازوتيه والبوتاسيه اللي كتستورد. فيما يخص يعني السؤال ولا التعقيب الثاني ديال لاماندا، انا غير ناكد لك السيد النائب المحترم بان لاماندا كتعمل بنفس المعادله، ما تبدلاتش هذه المره، وربما خاصها تعاود النظر في ذاك المعادله. احنا متفقين على هذا الشيء، وحنا معاهم في الكونترا الجاي ان شاء الله احنا غادي نعالجوا هذه القضيه. شكرا السيد الوزير.